السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين تبعوني هذه الماشينة جابوها اليوم بان قال لك راه ترمي الخيط من تحت في الكانيت. تبعوني وشوفوا كيفاش نجبر لو بروبليم نتاعها. بسم الله. غادي نحلو في الاول نحلو لابورت كانت نتاع الكروشي هذا نشوفو له ما فيه حتى حاجه نشوفو ما فيه حتى حاجه كي يكون مضروب ولا حاجه نجيبو بابي فير هكا نحاولوا هذا الكليبون تاعه كان مضروب بالابره دي فوا ولا نحكوا شويه هكذا نحاولوا هذا باش ما يلصقش فيه الخيط نشوفوا الابره مع الكروشي نشوفوا الابره مع الكروشي راه مليح دروك البروبليم وين راه شوفو لو هذا غير ديكروكون شوفو البروبليم وين راه نديرو لابورت كانت تاعنا دروك نديرو خيط نجيبو الخيط نديروه الخيط تاعنا دروك نجبدو الخيط تبعوني مليح نجبدو الخيط الخيط راه يهود بسهولة الخيط هنا راه يهود بسهولة نزيدو نزيرو لاتونسيون نطلعوها إلى الناف توجو الخيط راه يجينا بسهولة دونك هنا لاتونسيون ماهيش مليحة فوالا جبت الخيط يجي بسهولة انت دارتو الناف كي تكون في تسعة زيرها مليح لاتونسيون وتجبد لو فيل ولا الخيط تاعك ما يجيش يجي مزير بزاف ما يتفوتش هنايا راه يجيني بسهوله دونك لاتونسيون ما راهش تحفن وكي يكون طوندور يطلع الخيط ما يطلعش يقعد في الكانيت ودير لكم الخيط تحت الكانيت فهاد الشيء ما تحلو ماشينه ما والو حاجه سهله نحاول الخيط تاعنا وهاد الماشينه كيفاش ما داروا لها توجور عندها الخيط من تحت بون ما يفهموش غادي نوريكم باش ما تحوش تشكيو روحكم كي تشكيو روحكم على حاجه كبيره نروح طلعوا له فاس غادي هنا تشوفوا نحل هنا ما تحلوا ما والو هنايا هنا شوفوا هنا يعني نشوف تما نجيب واحد البانس فيل ولا حاجه صوروا لكم كيفاش اللي عنده لابريسيون اللي يدير لابريسيون انا ما عنديش هذاك تاع لابريسيون نستعمل سلك هنا نستعمل سلك وندخله هنا هكا وهنا وهنا هاني قلعت خيط يتقطع لداخل هنايا كيكون طوندور دي فوا يتقطع الخيط يحصل هنا
ماني قلا تخيد نشوفو واش لاطونسيون راه تخدم ولا لا. نعاود نديرو خيط تاني نجيبو لهنا نجيبو لهنا نفس روت الخيط ما يجيش. ها الخيط ما يجيش مليح هوني تصمم جبد تقطع نرخف ندير الكات ولا سانك الخيط يبدا يجي عادي. ها نتفاعل معاه باش يجي. ها نروح الخيط غادي ما يقعدش من تحت كي تخيط غادي يطلع نقطر طوندور غادي جبده. الخيط يطلع فوالا صافي. هذا هو لو بروبليم تاع لي ماشين المشكل هذا فيريفيو هاد الحوايج غادي تلقاوه يا هنا يا في الكروشي كنا ندير ليه ولا حاجه. وانا عندي دي فيديو تبعونا وديروا ابوني وان شاء الله تولوا تخدموا هاد تاع الماشين في ديوركم كي تكون حاجه كيما هكا. وان شاء الله مازال كاين فيديو وتبعونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.